بيان تكتل المعارضة البحرينية في بريطانيا بمناسبة 14 مارس ذكرى الاحتلال السعودي ورفض الأحكام العرفية في البحرين. قبل 7 سنوات من هذا التاريخ أفاق الشعب في البحرين على إعلان الأحكام العرفية وتدخل وحدات من الجيش السعودي لمساندة قوات الجيش قوات الجيش للنظام الخليفي من أجل القضاء على الثورة البحرينية التي انطلقت في يوم 14 فبراير من عام 2011. كانت أيام عصيبة وقاسية جدا انتهكت فيها القوات العسكرية للمحتل السعودي والنظام الخليفي كل مواثيق حقوق الإنسان، وفرضت مشهدا مريعا لما يعرف بالتطهير الطائفي والتطهير السياسي. فقامت القوات السعودية المحتلة بمؤازرة القوات العسكرية الخليفية بهدم أكثر من 30 مسجدا واعتقال الآلاف من المواطنين وقتل العديد من المواطنين وفصل الآلاف منهم من أعمالهم، وسخرت وسائل الإعلام الرسمية وغيرها في ملاحقة الناشطين وتلفيق التهم الكيدية لكل شيعي ولكل معارض. 7 سنوات والأحكام العرفية تطبق في أنحاء هذه الجزيرة الصغيرة في ظل صمت مخجل من قبل الرأي العام العالمي. 7 سنوات والشعب البحريني لا يزال مستمرا في نضاله ومقاومته للاحتلال السعودي والإماراتي. 7 سنوات ولا يزال شعب البحرين مصرا على منهجه السلمي وخياره الاستراتيجي في تحقيق أهدافه. 7 سنوات وشعب البحرين يكافح من أجل استعادة السيادة للدولة وإلغاء الهيمنة الخارجية على القرارات السيادية الداخلية والخارجية. 7 سنوات وشعب البحرين يصر على أن ثورته كانت ثورة من أجل بناء الديمقراطية الكاملة والحقيقية التي يحكم فيها الشعب نفسه بنفسه دون احتكار أو وصايا من أحد. 7 سنوات فقدت فيها البحرين خيرة شبابها شهداء أحرار يقدمون نموذجا عالميا في تطبيق المنهج السلمي في التغيير وفي النضال السياسي والميداني، ويذكرون العالم بكل الشهداء في العالم الذين دافعوا عن أوطانهم وعن أرضهم وقاوموا الاحتلال الخارجي والاستبداد الداخلي. وبعد 7 سنوات عادت المحاكم العسكرية للظهور وأخذت في إصدار أحكام الإعدام بالجملة، ونشطت المحاكم القضائية المدنية في إصدار أحكام إسقاط الجنسية عن المواطنين الأصليين، حتى وصل العدد لأكثر لما يقارب 600 مواطن مسقطة جنسيتهم. إن تكتل المعارضة البحرينية في لندن يرى أن مخرجات للقضية التي تعصف في البحرين خلال 7 سنوات الماضية يتمثل في النقاط الآتية: أولاً، أن الأزمة في البحرين هي ليست أزمة حقوق إنسان وليست اضطهاد سياسي للشيعة في جوهرها وليست هي خراب اقتصادي. كل هذه الأزمات هي نتيجة للأزمة الجوهرية والأساسية، وهي الاستبداد السياسي للقبيلة الخليفية وعدم تمكين الشعب من أن يحكم نفسه بنفسه. أزمة الاستبداد هي التي تقوم بكل الانتهاكات ومصادرة الحقوق والاضطهاد. وعندما نصل لمرحلة إنهاء الاستبداد نكون قد قطعنا 3/4 الطريق على تلك الانتهاكات. ثانياً، إن الاستبداد السياسي في البحرين طور من نفسه وحمى ذاته عبر التحول لحكم عسكري غير معلن، فمن يدير الحكم في البحرين ويتحكم بإصدار المراسيم والقرارات هي النخبة العسكرية والعقلية السياسية التي توغلت في كل مرافق ومفاصل هيكل الدولة. فارتفع عدد العسكريين في الإدارة العامة للدولة إلى تسعة من أصل 24 وزيرا، وهذا يعني أن السمة العسكرية هي السمة الفضلى للنظام في البحرين.
ثالثا إن الاستبداد السياسي بنموذجه العسكري يحمي نفسه ببيع سيادة الدولة للخارج، خصوصا للإمارات والسعودية، وباتت النخبة الحاكمة في البحرين عاجزة عن إيجاد وتبني الحلول والمبادرات ما لم توافق عليها كل من النظام في السعودية وفي الإمارات. رابعا إن بقاء هذا النظام الاستبدادي الخليفي بات يشكل تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي والأمن في المنطقة، وإن خطورة حمايته لا تقل عن خطورة ممارسة الانتهاكات لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية. وقد شهد العالم كيف تحول النظام الخليفي في البحرين لدمية متحركة في إثارات النزاعات الخليجية والعربية. خامسا إن صيغة ما يسمى بالإصلاح السياسي عبر المؤسسات السياسية القائمة حاليا باتت صيغة فاشلة ومخجلة، صارت محل استهزاء من قبل الناس بها وبمن يشغلها. إن تكتل المعارضة البحرانية في بريطانيا ومن موقع مسؤولياته السياسية والوطنية يرى إن مسؤولية ما يحدث منذ لحظة إعلان الأحكام العرفية وحتى هذه اللحظة تقع على الحاكم حمد بن عيسى الخليفة باعتباره مسؤولا سياسيا عن كل القرارات الاستراتيجية والمنهجية التي تتبعها الأجهزة الأمنية والقضائية، بإقراره أنه كان ولا يزال يتابع بدقة لإنفاذ ما يسمى بالقانون، وإن هذا الحاكم يريد تنفيذ النموذج العسكري كبديل عن الدولة الديمقراطية والمدنية. ومن هنا فإن تكتل المعارضة البحرانية في بريطانيا يرى ضرورة أن تكون هناك مواقف رادعة لهذا النظام العسكري المستبد، وأن تشرع القوى الدولية والمحبة للسلام لإنهاء هذا الاستبداد السياسي عبر هذه الأمور التالية: أولا دعم الشعب البحريني في نضاله الديمقراطي وفي مواجهة آلة القمع العسكرية. ثانيا إعادة النظر في معالجة قضية البحرين والتركيز على أساس أنها اضطهاد سياسي بدلا من المجالات الأخرى. ثالثا إن التدخل السريع من قبل القوى المؤثرة لوقف الانتهاكات الحقوقية وعلى رأسها أحكام الإعدام الجائرة التي وصل عددها إلى 22 حكما بالإعدام، إضافة لتنفيذ ثلاثة من الشبان الأبرياء في مطلع العام الماضي. رابعا الضغط على النظام السعودي والإماراتي لوقف تدخلاتهما في الشؤون البحرانية وخروج قواتهما العسكرية من البحرين. خامسا وأخيرا إيقاف الحرب العدوانية المفروضة على الشعب اليمني من قبل جيش العدوان السعودي ومشاركة حكومة آل خليفة في تلك الحرب. المكتب السياسي لتكتل المعارضة البحرانية في لندن.